السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل هريسة الفلفل الاخضر. عملت لكم قبل كده هريسة الفلفل الاحمر، وهعمل لكم النهاردة هريسة الفلفل الاخضر بطريقة تانية سهلة برضو وحلوة. بينفع تحطيه في البتنجان، في السمك. طيب هنطحن هريسة الشطة الخضراء. هنحط الفلفل في الكبة وهنطحنه وارجع لكم. طيب هنطحن هريسة الشطة الخضراء. هنحط الفلفل في الكبة وهنطحنه وارجع لكم.
ودلوقتي يا حبايبي طحنا الفلفل الاخضر اهوت في الكبة. دلوقتي هنحط له معلقة ملح معلقة كمون هنقلبهم. انا عملت لكم الشطة الحمراء اللي هي على النار متسبكة دي بقى كده هتقلبهم على بعض هتحطيها بقى للمحشي للسمك للبتنجان. دلوقتي هنعبي الفلفل يا حبايبي في البطرمان. سهلة اهو بتتعمل على طول مش محتاجة حاجة بتدخل في كل حاجة البتنجان والسمك كل حاجة المحشي. عملت لكم قبل كده الهريسة الحمراء وديت الهريسة الخضراء. يا حبايبي الهريسة سهلة وبسيطة. يا رب يكون الفيديو كان عجبكم. ما تنسونيش بقى في لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.